لك هذا شو عم يعمل؟ هالقصة يا الله لا لك ليش هيك عملت يا غبي؟ قوصته براسه مشان نتأكد انه مات. تسلم ايديك. أخيرا خلصنا منه وانتهى. انتهى. بابا عم يتصل. تفضل بابا. قلت له يسار والزلم اللي معه واتركوا المكان. أمرك بابا. يلا خلونا نمشي. وصلت لآخر الطريق. أنت بطل، ساعدني. طبعاً أنت زلمتي ولازم ساعدك، مو هيك؟ لا تعملها. ولك بتعرف إنه ما كانت رح تتأذى شعرة من رأسك لو ما بعتني وما صرخت من أول رصاصة. بترجاك لا تقوصني، بترجاك. حرام تعمل هيك فيني يا ابن دورتي، حرام عليك. سيدي هذا أنا. قول يا كرم. عم أحكي من الموبايل اللي كان بتياب قصي. أنقذت قصي وهو جنبي هلأ. خسر دم كتير يا سيدي ونحن محتاجين ناخده على المشفى. أنت لا تقلق أبداً، أنا رح أدبر مستشفى فوراً، رح نخليه يعيش بوعدك كرمال سومر. بس كرمال أخي سومر رح يعيش، رح تعيش. عم تفهم؟ رح تعيش بشان أخي سومر.
بنتي الليلي، شو عم تعملي هون؟ سألتك شو عم تعملي هون؟ أنت من وين جبتيه؟ بنتي معقول رح توصيني؟ لا بابا، رح أوّس حالي. ملك نزلي، يلا عم قلك نزلي. ملك شو عم تعملي؟ نزلي، نزلي المسدس. خلينا نكمل اللي عملته بابا. شو هاد اللي عم تعمليه يا بنتي؟ يلا شيلي من ايدك بسرعة. قلت خلينا نكمل اللي عملته بابا، ما سمعت؟ بالأول قتلت أمي وهلأ صار دوري أنا. لا يا بنتي، بابا ملك جلال، شو اللي عم بصير؟ جلال بعده لا تتدخلوا، اترك خليني كمل شغلك بابا. ماشي يا بنتي، يلا كملي، يلا كملي، بس بالأول جلال خلينا نبلش فيني. شو رأيك يا بنتي؟ جلال وقف، لا تعملها بابا. يلا يا بنتي يلا أوصيني. إذا فكر أنك تقتلي حالك يا بنتي يا ملك، بلشي فيني أول. ملك هذا بيضل أبوكي. يلا أوصيني، أحسن ما أشوفك بهالحالة. يلا ريحيني. بكفي. بحياتي ما رح سامحك. لا تتركها لحالها يا داود. ما في سلاح بغرفتها مو هيك؟ يعني مشان ما تأذي حالها. لا أنا متأكد أنه ما في سلاح بغرفتها. شو الوضع؟ يلا خبرني أخي يسار. أنا قدام الكراج، في واحد واقف قدام بيت أمه، رح نقتل كرم أول ما بيجي لهون. والباقيين شو وضعهم؟ نحن ما قدرنا نوصل له لداود. يلاقوا مكانه بسرعة، لأنه بالوقت يلي رح نهجم فيه على جلال لازم يكون لحاله. انتبهوا، وضعه مستقر، لا تقلق عليه. اسلم. ساعة
سيدي، أخذوا قصي على العمليات، لازم ما تعرف الشرطة بهالشي. لا تأكلهم يا كرم، أنا رتبت كل شيء. سجلناه باسم مزيف. شكرا سيدي، يسلم. اسمعني، الشرطة ما رح تسألك عن شيء يا كرم، بس لازم يضل حدا موجود فوق راس الزلمة. شو رح تعمل إذا فاق؟ ولا يهمك، أنا بحل الموضوع بشي طريقة سيدي. سيدي شكرا على كل شيء عملته معي، أنت كتير منيح. شو الحكي يا كرم؟ ليك إذا صار معك أي شيء جديد بتخبرني فورا، ماشي يا ابني؟ تكرم حضرة المدير. آخ يا قصي. يلا انزلوا. شو الخد الأحمر جوا؟ ايه موجود جوا. أهلا وسهلا. أهلين فيه. شو عم تعملوا لك؟ رفع له إيدك. لا تعتب عليه، الشاب هاد جديد ما بيعرف هالأمور بنوب. أكيد ما بيعرف العادات والتقاليد مثلك، مو هيك يا خد الأحمر؟ ولا حركة. ما رح أخليك تموت بهالبساطة يا كلب، رح أدفعك غالي تمن خيانتك. غمي. احملوه شباب، بدنا نروح. مرعي. ايه اخي. قل لي لوين رحت ومن وين اجيت انت؟ وين بدي اكون؟ رحت على الحمام بس. نحن وين هلا؟ اخي قل لي انت شو عم تعمل؟ رح افك لك عقدة لسانك يا حسن، رح تغرد مثل البلبل بعد شوي صدقني. اخي العزيز، اذا بدك احكي لك عن جلال بحكي، انا بعرف كل شي عن هذا الزلمة. اعتبرني كتاب قدامك، قلب فيه واقرأ. بهالحكي اللي عم تقوله عم تسهل لي شغلي، ما حبيت هالشي. ايه ليش ما حبيت؟ بخبرك كل شي بعرفه عنه، مو هيك يا مرعي؟ ما رح نحكي كل شي بنعرفه عن جلال؟ معقول ما نحكي يعني؟ السكوت اصلا ما جبلنا غير العذاب. برافو عليك، بالضبط، من خبرك كل شي بنعرفه. شو رأيك اتفقنا؟ يلا بشرفك اتركها لهي. يعني انت رح تخبرني كل شي عن جلال، مو هيك؟ ايه اكيد. وين بيقعد هو ورجاله؟ بالضبط. شو ما بدك اسأل من هون وأنا ضغري بجاوبك من هون. أوف، خدوه ولا هي لكان. خدها يا ابني، خدها من هون. أخي كرم جوا، إجا من شوي. أي يلا خلونا نخلص هالموضوع. مبين عليك تعبان ومرهق، ما عم بتنام بالليل؟ دير بالك على حالك يا روحي، صاير ما عم تهتم بحالك ابدا. امي شرطي العمى، امشوا بسرعة قبل ما تورط بشغلة كبيرة. أمي. أمي انتو مناح؟ أمي خالي فتون أحلام. انت منيح؟ انتو مناح؟ روقي منيحة؟ روقي. اهدي اهدي اهدي. مين هدول؟ ما بعرفهم، صدقيني ما بعرفهم. مين هدول؟ خالتي اهدي شوي، بوس ايدك. اهدي اهدو اهدو اهدو. عمى تعال معي شوي لبرا، تعال كرم. راجع ماشي، ما بطول. تعال هون، تعال تعال معي، تعال. شبك انت التاني؟ انت اللي شبك ولا شو عم يصير؟ انا بدي اسألك هذا السؤال. انت شو مفكر حالك عم تعمل؟ امك واحلام كان ممكن ينقذوا.
شو لك شغل مع هذا الزلمة اللي اسمه يسار؟ أه؟ اللي لشو لاحقك وليش لاحق عيلتك؟ عملت شي لهذا الزلمة؟ قتلو شي حدا؟ ما بعرف شي، بس رح لاقي عديم الشرف واعرف، لا تخاف. وشو رح تعمل يعني يا قبضاي؟ ها؟ رح تقوصه يعني؟ رح تقتله؟ بعيد هيك ولا؟ كرام ليك لا تضل عم تزعجني، فهمان؟ لك لو أنا تأخرت شوي ما كان بإيلك روح لتنزعج وكانت راحت عليك. خلينا نقول إنك ما بتهمني، وهدول ما فكرت فيهم؟ كان ممكن إنهم يموتوا. ولك أي نوع من الزلم أنت؟ مفكر حالك هيك بتحمي عيلتك؟ من وين لوين أنت بتتدخل بأمي وعيلتي وبتجي تحاكيني هيك ولا؟ شو لك علاقة؟ وقت اللي ما بتهتم لأمرهم بصير إلي علاقة. أحسن لك تشتغل شغلك كشرطي، روح ولاقي هداك الزلمة بدل ما تقعد تحاسبني. وحياتك رح لاقي، رح لاقي كل شيء، أنت لا تقلق. أه؟ وين كنت مبارح؟ شو هاد؟ قولك حاجة تتزاكى، أنت بتعرف شو هاد ولا أحكي؟ أنا ما بعرف شي بنوب، وإذا كان عندك أي دليل أو إثبات فخدني على الفرع هلأ، وإذا ما عندك يعني تخرس. على الفرع رح أخدك هلأ أو بعدين، ولا تشد على حالك من شان ما يطقلك على إيه؟ وهدول الناس وقتها رح يرتاحوا. لسه ما خلصنا يا كرم. ولك شو عم تستنوا؟ الحقوا بسرعة. لك هذا أحمد شو صار معه؟ بعتت رسالة صوتية لجلال بس يسمعها وقتها بيعرف منيح مع مين الآن. قال لي شو صار؟ احكي شو بك؟ بابا جلال، هذا يسار رجاله داهموا الكراج، قتلوا كل الرجال اللي كانوا فيه، ما تركوا حدا. ولك بدي اعرف ليش تركوك، ولك ليش ما خلصوا عليك؟ بابا هن تركوني مشان خبرك هالشي. خلصت اللي بدك تحكيه؟ هو ماله خايف منك، ورح يقتل كل رجالك، رح يتركك للاخير. سامحني بابا بس لازم كان وصل لك هالحكي. خلاص وصلت رسالتك، تمام. اذا نحن سلمنا حالنا لرجال مثلك معناها نهايتنا وخيمة كتير. لا بابا، ليش انا شو عملت؟ شو رح تعمل لسه؟ شو نفعك بعد هلا؟ يا ريت بتهنيك بدل ما تسمع هالحكي هاد وتجي لعندي فورا وتخبرني اياه يا غبي. لك اصلا انت لازم كنت تفطس هنيك. انت شو اللي عم تعمله هون؟ تاتا، انا بس لحقتك. بس انت ممكن تقلي شو عم تعمل هون؟ ليش جاي؟ ولا شي، قلت بتفتل بمستودعات اسطنبول. انت قلي ليش لحقتني؟ لاني فكرت انك رح تعمل شي لهيك لحقتك. Thank you.
شو القصة؟ شو صار لك؟ من وقت وعيت على هالدنيا بحب هاللعبة. ايه منيح. طلع في عندك شي تحبه. عم تطلع كتير بوشي هالفترة، ما عاد بدي شوفك مرة تانية. لا تفكر اني ميت عشوفتك، وما بعرف شو رح يصير لما مرة تانية شوفك. شو قصدك؟ لا ولا شي، انا علاك وبحب احكي حكي فاضي، فلا تسمع لي. انطريني انطريني هون سراب شوية وجاي. وأخيرا لقيتك. قالوا أي سيدي؟ أنا وصلت. كرم ليك اسمعني 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 كتير منيح. عم اسمعك منيح سيدي. سلمان، دير بالك على سلمان، هو طلع ابني. بترجاك انتبه عليه منيح يا كرم. شلون؟ أنا ما فهمت عليك. مثل ما سمعت، أنا محتاج لمساعدتك. هذا سلمان بيكون ابني. لا تخاف أبدا سيدي، ما رح يصير شي لابنك، رح جيبه لعندك. اليمين ولا اليسار؟ لا تؤاخذني يا أخي، عذبتك معي. العمى، لا تموت بترجاك، فتح عيونك. كرم كرم كرم، ارمي سلاحك. خلينا نلحقه رح يموت. وهي ما أنا مشكلتي، قلت لك ارمي سلاحك. الموضوع مو مثل مفكر. كرم اوعك تتزاكى. الزلمة مصاب رح يموت. كرم، إذا في واحد رح يموت اليوم هو أنت. بظن بتعرف هذا الشيء. أنت انتهيت؟ ها؟
ليش مجد؟ تعالوا لكني، أنا هون. امشوا باتجاه صوتي. مجد، ارمي سلاحك كرم. ليك وهلأ يا كرم يا الماز. أنت رهن الاعتقال. ولا ولا بسرعة، عم يهرب. حدا فيكم يضل هون؟ بدي داوم سيارة إسعاف مستودع السيارات بسرعة إذا بتريد. اطلع بقى وخلصني، أنت انتهيت. لا تتزاكى وتجرب حظك، لأنك رح تتورط أكتر. مهرب من هون ما إلك أبدا. اطلع يا كرم. شيها راح؟ ما بعرف، ما شفته. طيب انت روح من هون، رح نمسكه سليم، لا تخليه يهرب. ماشي. مجموعة المؤازرة وين صرتوا؟ رح نضيع الهدف، أسرعوا شوي. قربنا سيدي، وين بالضبط؟ أنا بشارع عمر آغا. ماشي سيدي. تعال يا ابن دورتي تعال.
لا تروحي من هنيك، الشرطة عم تلاحق واحد هنيك، ما في أمان. أنا خفت وتخبيت. ماشي، طلعي على بيتك. فتش بالناحية الثانية. عم أهلكن. كيف صار وضعه دكتور؟ خسر دم، وضعه خطير، لازم نلحقه على المشفى فورا. معناها يلا بسرعة بسرعة. حضرة المدير. سيدي. اللي شو صار؟ كرم هو اللي قوصه. ها؟ ها؟ أنت متأكد؟ شفته بعيوني يا سيدي، سمعت صوت رصاص، ركضت لهون وكان كرم فوق راسه. ها؟ حاولنا انه نمسكه بس قدر يهرب منا. المدير ليش طلع مع الضحية؟ ما بعرف ليش. ابني ابني. ابني. سراب 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 سراب. ليش ما قلتيلي انه ابني يا سراب؟ ليش؟ ليش؟ الو، وينك رضوان؟ انا جاي لعندك. يلا تعال، عدة جاهزة. فوت بسرعة. إيه ماشي ماشي. تعال عود هون. يلا اشلحوا. أوه.
لا تقلق، مو خطير كتير، بنقدر نعالجه ببساطة. مدد لشوف. طيب ماشي. اسمعني رضوان، ما معي وقت كتير لهيك استعجل. انت لازم تتخبى شيء؟ ايه ليش مين عمل حقك؟ قلي ليكون الشرطة. رضوان حاجتك حكي بقى، خلصني يلا. صبر شوي لحتى ياخذ المخدر مفعوله. بلش معلش بلش. انت متأكد؟ ايه قلت لك بلش.